خلص. والسنين والقرون اللي انا عشتها من غير اجرام برضه مش هتسرق، فاهم؟ ممكن بقى تغور من وش وبتدخل اوضتك وتبعد عني. يا ريت تكلموه يا رجاله يا حراميه يا صيع. كلموا عم ستيشن يا صايع. حاضر يا ابني. كلموا كلموا يا بونبون يا منحرف يا منحل يا جميل. هكلمه. حننوا قلبه عليا، نفسي اسرق، نفسي ابقى حرامي، نفسي ابقى حرامي. حاضر. الله اكبر. اسكت يا اسكت. انت بتعلي صوتك يا واد، هجيب لنا بوليس لحد عندنا. انت جننت يا واد؟ ايه نفسي ابقى حرامي وتعلي صوتك ليه؟ يا بابا ده انا ممكن ابقى حرامي حرمانه تعجبك. حرمانه ايه؟ امشي يلا، امشي من وشي. ممكن اسرق بقى سرقانه والله العظيم يا بابا، هتبوس ايدك وش وضهر منها. طب اتحرك حركانه من قدامي احسن لك. طيب ما تزقش يا واد. صيع صيعانه جامده يا بابا والله فعلا. ما تزقش. قول يلا من وشي. طيب يا بابا قول يلا من وشي. وما تقولش بابا. في ناس غرب. ما تقولش بابا. ماشي انت زي بابا برضه بس مش ماشي. طب امشي. واحد بيتحبب بيضربني انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ نفسي اسرق. لا مش هتسرق. يلا غور من وشي. مع السلامة. ماشي. مع السلامة. هاتك نيلة. صباح الخير يا فطيم. صباح الخير يا عم انس. ايه مالك؟ زعلان ولا ايه؟ فشلت برضو مع بابا. ما هو لازم تفشل. ما هو انت يا فطيم شكلك مش شكل حرامي. طب اعمل ايه بس يا عمي علشان يبعد عن اخويا ميشو؟ ده انا نفسي هو كمان يفشل علشان يبعد عن السرقه لما ما يلاقيش منها فايده. معلش روح انت على المدرسه وربنا هيحلها من عنده. حاضر يا عمي بس خلي عينيك عليه لحسن هو فوق دلوقتي لوحده. يا سبحان الله. معقول يا فاطين انت خايف عليه؟ يا عمي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ليك علي يا سيدي اخد الفطار واطلع له افطره بنفسي واقعد معاه كمان لغايه ميعاد الغداء واغديه. بس عمي سايق عليك النبي، اوعى تعمل له بصاره لحسن يزعل منك. بلاش بصاره، اعمل له مسقع. يبقى حضرتك مصمم انه يزعل منك. يا سلام يا فاطين. ولد نبيل تربيتي. مال فاطين. فاطين. نعم عم انس. نعم خير. نسيت تاخد سندوتشاتك. عايز تحريات عن رجال الاعمال اللي اساميهم موجوده معاكم في المنشور. كل واحد فيكم يراقب لي واحد فيهم وتقدموا لي تقرير شامل، وراقبوا لي كمان الواد اللي اسمه مشهور سيد حسان. كده هيتصل بالرجاله اللي طلبوا منه سرقه السي دي. مفهوم؟ تمام يا فندم. اشرب القهوه مشو. متشكر يا باشا. ها طمني كل حاجه ماشيه تمام؟ تمام التمام. أنا حاسس دلوقتي براحة ومطمن، وحاسس كمان إن ممكن أقدر أعمل أي حاجة وأنا مش خايف. كويس أوي، عشان كده هتنجح يا ميشو. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الجانب الأبيض اللي جواك هو اللي ظهر دلوقتي، وهو كمان اللي بيحركك. تعرف نفس كلام أخويا فطيح وعم أنس. على فكرة بقى عمر بيه أنا حبيتك أوي. ليه؟ لإني يعني عمري ما حسيت إنك ظابط شرطة. بتضحك كده وبسيط ومش واخد على صدرك. إيه دي يالا؟ الدنيا يا باشا. بس أنت فاهم غلط يا ميشو. زي معظم الناس ما فاهم غلط. فاهمين إن ظابط شرطة ده كشري وما بيضحكش وبيستغل سلطته. مع إنك أنت لو ركزت شوية هتلاقي إنه إنسان زيه زيك. بس المهنة اللي بتفرض عليه كده. وبعدين ظابط شرطة ده بيتعامل مع مين؟ يا مجرمين يا قتلين قتلة. ولو طلع للمهمة اللي قبض على واحد فيهم بيبقى شايل روحه على كفه. ويا سلام بقى لو متجوز عم ميشو. عايزه بعد كل ده يضحك؟ طب ازاي؟ ازاي ازاي؟ طب ما انت بتضحك اهو. انا مش متجوز يا عبيط. لا ملعوبة يا باشا. ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك. يلا بينا يا ميشو، انا خلصت شغل. على فين؟ اصل انا وعدته لو خلص كل مراحل التأهيل ليه وفري عندي. يبقى نجحت. وبامتياز كمان. يلا بينا بقى. سلام يا عمر بيه. سلام يا ميشو ومبروك. Thank you.
عملتوا ايه؟ ما تطمنوني. انا امنت لك على شفتات الامن اللي في الدور اللي في المحل وكله تمام. وانا امنت لك على الجراج اللي هنخرج منه، وامنت لك كمان على السطوع وسبت فيه العده اللي هتشتغل بيها. حلو، حلو قوي. لا مش حلو يا معلم، عندنا بس مشكله صغيره. مشكله؟ مشكله ايه؟ بتنطق يا اخوي. حاضر هنطق يا معلم. محتاجين واحد معانا زياده. محتاجين واحد؟ محتاجين واحد ليه؟ اصل انا اللي هامن مكان الخروج من الجراج. وانا اللي هخضر رجاله الامن اللي في الدور اللي في المحل. وبعدين حضرتك بقى اللي هتدخل المحل وهتفتح الخزنه، لازم يكون معاك واحد يمسك لك العده، ولو حصل حاجه كده ولا كده، غلطه كده ولا كده يا معلم. خلاص يبقى الواد سوسته. فكرنا في سوسته، لان ما ينفعش، لازم هو اللي يفتح محل الورد عشان كل حاجه تمشي طبيعي، وبالليل هيستنانا بالعربيه قدام باب المول. يبقى ما قدامناش حد غيره، هنعمل ايه؟ مضطرين بقى. مساء الفل على الرجاله الحراميه الصيع التوال قوي، يعني عم ستيشن اصول السرقه والفكر القديم، وبنبوني بنبوني يعني الجدعانه والتطور والمستقبل، وسوسته سوسته يعني السوسه اللي بتتنطط على الارض. وسمعني يا اجدع سلام، في ايه انا؟ في ايه انا؟ انت هتنقط؟ هو احنا الفرح؟ بطينا رجاله هيبقى معانا في العمليه دي، ولو نجح هيبقى معانا على طول. هنجح يا سيد، هنجح ان شاء الله، وربنا هيجبرني وهيكرمني اخر كرم. الف الف مبروك يا فطين. الف مبروك يا استاذ فطين. نورت العصابه يا زميل. الله يبارك فيكم يا رجاله بابا، يا معلمين، يا حراميه، يا صيع. امشي امشي انا بقى ولا ايه؟ لا يا بابا ما امشي، ادوها انتوا سلامات مع بعض، فرحانين قوي من الاستاذ. ما تخلصونا. وانت يا رنت اخرس، خليني اشرح الخطه. اشرح يا كبير المعلمين يا سيد، يا كبير قوي قوي قوي، ولو عايز اي مساعده حضرتك بس اغمز لي هتلاقيني فريره. ولا فريره؟ نعم. اخرس خالص واقعد ساكت، ولا ايه؟ حرميك من الشباك. عارف يعني ايه حرميك من الشباك؟ حاضر يا بابا يا كبير المعلمين يا كبير. وانت عرب، روح على سوسته شغل. امرك يا كبير. شغل يا سوسته. نزل رجلك من على الخط. انا اسف يا بابا. ده المول اللي فيه محل الدهب بتاع الخواجه بدرون. طبعا المحل ده فيه الخزنه اللي هي هدفنا، اللي احنا هنسرقها. اه شفتوا؟ بصوا لي بقى، هنا ده المول اهو. ياه. ايه في ايه؟ ما كنتش اعرف يا بابا ان خط حضرتك حلو قوي كده والله. وعرفت؟ اه يا بابا. طب اخلص خالص، اخلص. اشرح يا كبير. المول اهو. بس في نقص همزة هنا على فكرة. يا نهار اسود. ايه يا بابا؟ ادي الخط. لا 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 لا، في ايه؟ يا بابا انا اسف. وانا في حصة خط. انا اسف. وانا في ايه؟ معلش. انا اسف يا كبير. يا كبير يا سيد. ماشي. ده المول اللي فيه محل بتاع الذهب بتاع خواجه بدر. خواجه بدر صاحب محل الذهب ده هيجي بكره من جنوب افريقيا ومعاه 3 سبايك ذهب. هيحطهم في خزنه المحل. ليه؟ تاني يوم هياخدهم ويطلع بيهم على اوروبا يصنعهم هناك. يعني على كده بقى يا معلم، العمليه دي لازم تتم بكره وبالليل. صح يا بوني، لأن السباك دي هتبات في الخزنة ليلة واحدة. فريد بيل جندي مسهل علينا المأمورية، عمل لي نسخة تانية من مفتاح المحل. خطتنا بقى. معلش يا بابا، سؤال واحد بس كده قبل الخطة. اسأل وخلصنا. هو فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية ده، هو بقى الراجل الكبير البيج بوس يعني؟ هو البيج زفت. عاوز حاجة تاني؟ أيوة بابا. حضرتك المفتاح اللي في إيدك ده وفرحان لنا بيه قوي، يعني اتأكدت إن هو هيفتح المحل؟ هو ده بقى السؤال؟ إيه رأيك بقى؟ اطلع أنا من هنا. ليه بس يا بابا؟ قوم اطلع من هنا. أنا مش ناقص وجع دماغ. من أولها. اطلع. معلش. هيعرفني من أولها. أنا آسف. معلش يا معلم. معلش يا معلم. خلاص يا فطين. خلاص يا كبير. خلاص يا كبير، أنا هسكت أهو. أنا غلطان. أنا خايف على الخطة قبل ما تتخطى تكبير. مالكش دعوة. الخطة كلها في دماغي وهنا. قول يا كبير المعلمين. ماشي يا أخوي، هقول.
هو بيعمل كده ليه؟ الساعة 10 بالليل هننزل كلنا من هنا متفرقين. الله يا رب ما يفرقنا. كده بقى مش هننزل نسرق، لا كده نازلين نشحن. الله ما يفرقنا. امين يا بابا. احنا عصابة كلنا كده. يا عم اسكت اسكت واسمع الخطة. ماشي يا كبير. هنروح على المول ان شاء الله، مش مع بعض، متفرقين زي ما قلت. هنعمل نفسنا بنتفرج في المول شوية كأننا زباين. نستهبل يعني. اه نستهبل. برافو، ما بيفهم هو الرجال. وبعد كده واحد واحد فينا يتسرسب ويروح طالع على سطح المول من غير ما حد يحس بيه، يشوف له حتة فوق يثبت فيها. حلو. لامتى؟ للساعة 2 لما المول يقفل. ماشي؟ 2:30 نبتدي نتحرك احنا بقى من فوق واحد واحد. ستيشن هتنزل على الجراج تأمنه بتاع المول. بونبوني هتخش على الدور اللي فيه يفجروا. لا يفجروا، لا يفجروا ازاي؟ عصابة بقى. لا يفجروا الروف في داهية. امال ايه؟ مالكش انت دعوة. ماشي يا كبير. لما اندى عليك. ماشي يا كبير. لما اندى عليك اتحشر. ماشي. خلاص يا كبير. خلاص يا كبير. لا بتكمل عشان خاطري. بونبوني هتنزل على الدور اللي فيه المحل تتعامل مع رجاله الامن الموجوده هناك. سوسته امرك يا كبير. انت بره المول خالص في العربيه مستنينا، فاهم؟ انا والافندي انا وقدري وربنا يستر عليا. ربنا يستر ما تفضحش في العمليه دي. انا والباشا المخطط بتاع الهمزات هنروح بقى نتعامل مع الخزنه ونفورها. تمام. في حاجه تانيه يا رجاله؟ ايوه يا معلم، بس لازم نكون كلنا على اتصال ببعض عشان لو حصل حاجة نقدر نلحقها. طبعا يا بونبون، هي دي عاوزة مفهومية. لازم نبقى على اتصال ببعضينا لو حصل أي لبش، نبلغ بعض بالموبايل. علشان كده بقى يا رجالة لازم كلنا ناخد أرقام تليفونات بعض قبل ما نمشي. أنت بالذات من التليفون بتاعك تبلغ البوليس وتخلصنا من العملية دي. سؤال بس واحد يا بابا قبل. تمام يا كبير. انت خلصني. حضرتك يعني واثق في الراجل اللي اسمه فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية ده؟ اه طبعا واثق فيه. ليه؟ بس انا خايف، يعني خايف بعد الهلومة اللي احنا عملناها ونطلع واتنين بالليل ونلبد ونيجي نسرق يطلع بقى سبائك الذهب دي بقى مزورة ولا فالصو. يا عم تطلع فالصو، تطلع تطلع متنيلة بستين نيلة. احنا مالنا؟ احنا مهمتنا ان احنا ناخدها وبس. خلاص يا بابا. سؤال بقى يا بابا اخير يعني. اتفضل. حضرتك بقى العمليه اللي احنا هناخدها دي بقى ما فيهاش بقى ضرب نار ورصاص طاير حاير ودم فاير كده وقتل وكده؟ انا ماشي يا رجاله. خلاص يا معلم. يا عم ده هيجيب لي الضغط. معلش يا معلم. ايه دم فاير وحاير دي؟ معلش معلش يا معلم. خلاص بقى فطين. ما احنا عصابه محترمه برضه عم ستيشن، لازم يبقى فيها ضرب نار وكده. ايوه بس وناس يموتوا مننا. روح جهز نفسك بس يا فطين. حاضر هجهز. وليكوا عليا ان انتوا مش هتعرفوني ولا هخلي مخلوق في المول كله يعرفني. مبسوطين؟ المحلات كلها قفلت والمول كمان قفل والزفت لسه ما ظهرش. معلش يا معلم، الغايب حجته معاه. الغايب حجته معاه دي؟ انت بتقول اي كلام يا جدع؟ هو انا بعته يجيب لنا كباب وكفت عشان تقول الغايب حجته معاه؟ العملية لازم تتم قبل ما النهار يطلع علينا. طب انها حكومة. حكومة؟ انا كنت عارف العملية دي مش هتعدى على الخير بوش والفقري ده. ما توعى يا اخويا. جريني جريني. اتفضل يا معلم. يا افراد العصابة. بابا بابا انا فاطين. يا بابا فاطين يا بابا ما تخافش. تعالى يا بابا. يا بابا يا سيد ده انا مستر فاطين ما تخافش. عامل فيك ايه؟ ايه بابا؟ أموتك؟ ليه بابا؟ انت بتقولي بابا وماما؟ ايه بابا انتوا فين يا بابا؟ عمال ادور عليكم من صباحيه. احنا اللي فين؟ ولا انت يا اخويا اللي فين؟ ما احنا مرزين اهو. ايه ده؟ كلام الضابط؟ انت بتفاول عليا؟ يا بابا ده تمويه. ده باللبس بقى ده محدش في الكون هيشك ان انا حرامي بقى يا كبير الحراميين. تصدق يا واد ان انا اللي غلطان؟ انا اللي جبته لنفسي. وبعدين هو في ضابط شرطه بيلبس نضاره نظر؟ ما حضرتك انا لو قلعتها مش هشوف حاجه. مع انك ما تنيلت شفت يعني، وانت بتشوف هتفرق معانا كتير. نايل
جاهز العدة يا اخويا. يلا. عدة ايه يا كبير؟ ها 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 انا كبابا ما هروح مني. انا كبابا تنقلني عدة ايه؟ العدة دي اللي هنفتح بيها الخزن. حاضر يا ابو السيد يا كبير الحراميين. بص مسافة نص ساعة بالكتير قوي هتلاقي كل حاجة جاهزة. انتم على وش يا بابا؟ وطي صوتك البوليس هيقفشنا. انتم نص ساعة عشان تشيل الشنطة اللي على الأرض دي؟ أرميك من السطوح وأخلص. حاضر يا بابا. ما حضرتك اللي مسربعني قوي كده يا بابا. حضرتك لو تهدى كل حاجة هتمشي في الحلاوة. حلاوة حلاوة. أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان. انت بتاكل في شهر جاي رحله. اخرس اخرس خالص. ماشي يا بابا ماشي، بس ما تزقش بعد كده. اخرس اهو. يلا يا رجاله اسمعوني زي ما اتفقنا. يلا واد كبير. يلا اتفقتوا على ايه بابا؟ مالكش دعوه. اتفقنا على ايه؟ حاضر. يلا يلا. حاضر بس ما تزقش. يلا خلص. لا اله الا الله. خلص اهو. بأمنك يا بابا. بتأمني ولا هتنقضني؟ مش عاوزك تأمني يا سيدي. انت لما تعمل كده تفتكر ان حد جاي يمسكني؟ ما هنجري على طول. نجري ايه؟ بص اصوات صوتك. ماشي يا بابا يا كبير. روح امي هناك. يلا بسرعه. يلا روح امي الناحيه دي. يلا بسرعه. يا ابني يا ابني انت عندك حموضه كفايه. في ايه؟ ما تقلقش يا بابا. ما تعملش الاصوات دي بترعبني. هم المجرمين كده يا بابا. مجرمين ايه؟ بيت اليوم اللي شفته. وايه اللي انت شايله ده؟ يا بابا ده مسدس بلاستيك يا بابا. خلص عليا. لا 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 ده بلاستيك. ده بلاستيك يا بابا. يا خلص يا كبير يا حبيبي. اوعى بلاش الحنيه دي. مش ده وقت حنيه بابا؟ نعم. ودي المحل اللي ان شاء الله هنسرقه؟ هو على بركة الله. وطي صوتك. على بركة الله. هو ده المحل اللي هنسرقه؟ الله يخليك يا بابا. اسكت. حاضر حاضر. أمن يلا بنبوني عادل. انت بتنور فين؟ بيتك يا بابا. طفلت 10 مرة فيها يا بابا. راح يخرب بيتك يا بابا. احسن يا بابا. احسن يا رب تموت. احسن يا بابا. بقى ده بقى بابا منور هنا. منور هنا. وايه ده انت بقيت بست صوابع؟ ايه اللي طلع لك ده؟ انا قعدت ساعتين. طب ايه بابا؟ هي دي الخزنه اللي جايين ان شاء الله نسرقها؟ لا دي اللي جايين نصور جنبها كده. صور. اضحك اضحك. شيلها في خدتك. غاز غاز. خلاص امسك امسك. خلاص يا رب تموت واخلص منك. يا رب تموت واخلص. امشوا. فقف 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 فقف. يعني ما شاء الله عليك قوي يا تنينة. يا حبايبي يا حلوين. الدعب ده كله اشفطني يا جو. اشفطني انا كمان. انت هتنقي فيها. ما تسكت يا اخي. ده سبايك متلتله. اسكت. متلتله ايه؟ في دولارات. في دولارات. مالكش دعوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بوني بيطلبني. طب رد عليا يا جماعه. في حاجه؟ رد. لا 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 لازم اروح اشوفه. بقول لك ايه، حط الامانه في الشنطه ورجع كل حاجه زي ما كانت. فاهم؟ ما تقلقش يا كبير. فاهم؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. يلا بينا بسرعه. النهار طلع لازم نمشي دلوقتي حالا. حاضر بس فاضل حته زنطوطه بس يا مسيح. بتعمل ايه؟ بلحم الخزنه. تلحمها ليه؟ علشان لما يجوا بقى يفتحوا الخزنه ما يعرفوش يفتحوها وما يكتشفوش بقى السرقه. يلا ما شاء الله عليك. ده انت بقيت ناصح قوي. ابن ابوك يا واد. صحيح. يلا يلا بقى. انت بتدور فيها كده ليه؟ الدهب فين؟ في الخزنه. ها؟ في الخزنه بابا. لا الدهب الدهب.
ايوه بابا في الخزنه، مش حضرتك قلت لي رجع كل حاجه زي ما كانت؟ فهي في الخزنه، ده انا حتى رجعت الشنطه هنا اهو. في الخزنه؟ كله في الخزنه. هاتولي كرباك، هاتوا كرباك بسرعه. معلش انا لازم اربيك، لازم اربيك. عاوز سبويتني انا بتلحم الخزنه يا غبي؟ ماشي خليك بقى متعلق كده. ايوه خليك متعلق، وريني مين هينزلك يا بابا. ما انا اتعلقت قبل كده ومن رجلي كمان عند شيكو مدريد، يعني مفيش جديد. انا بقى هوريك الجديد، انا هسويك على نار هاديه. هاتولي معنى ادفع حطوه تحتيه. ايه ده؟ هتشوني زي الدورة يا بابا؟ وانا هون عليك برضه في الحقني. الحقني الحقني يا عم ستيشن. معلش يا معلم، معلش معلش كده يا معلم. واهدى اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ محدش حاسس بيا. العمليه ما باظت خلاص. اقول لفريد بيه ايه لما يتصل؟ اقفل تليفونك يا بابا، او بص غير صوتك وقول له النمره غلط. قال له النمره، شفت الواد؟ عاوز ينطني، عاوز يشلني. اقول له النمره غلط. الله يسامحك يا بيشو، الله يسامحك.